بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع موضوع معالجات الميديا تك إن شاء الله تعالى. نكون انتهينا من مشاكل التعريف لمعالجات الأمتيكي. الآن في عندي فيديو كامل عن تفريش جهاز وعمل روت وتصليح الآيمي. الفيديو مهم جدا للمبتدئين. التعامل مع معالج ميديا تك قديم نوعا ما اللي هو 6592، الجهاز 816 او 820، معالج ام تي كي. البرنامج هذا راح يقوم بتفريش الجهاز طبعا عن طريق الشرح كامل. طبعا قبل ما نبلش الان انتهينا من موضوع التعريفات. اتمنى انه ما حدا يواجه مشاكل في التعريفات بعد الفيديوهين اللي عملت انا امبارح واول امبارح اللي هن الواحد واثنين. راح يكون هذا الفيديو رقم ثلاث. راح نسلسل برنامج الاس بي فلاش اكثر من فيديو، يمكن ياخذ معنا ثلاث فيديوهات حنتعامل معاه بدون يعني تفريش جهاز قديم بدون الاوثرايز. بعدين راح نتعامل معاه كيف نعمل فورمات عن طريق التست بوينت، وفي كمان راح نتعلم كيف ندخل الادرسات في حال بدنا نفرمت ادرس معين من الادرسات اللي موجودة معنا. طبعا الفيديو اللي امامك مهم جدا 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 كمبتدئ، لازم تتعرف على البرنامج الاس بي فلاش بكافة تفاصيله. طبعا راح نتدرج بمعالجات الام تي كي لحتى ننهي موضوع الاس بي فلاش بشكل عام. بعدين راح ندخل على معالج اخر. طبعا لا يخفى على الجميع انه معالج الام تي كي هو الاكثر انتشارا الان في السوق تقريبا، يعني يشمل اوبو، ريلمي، انفينكس، تكنو، فايفو، حتى في اجهزة سامسونج، في هواوي، تقريبا الاكثر انتشارا في السوق. والتعامل معه يجب ان يكون بحذر حتى لا يكون عندنا مشاكل بالتفليش. طبعا هاي مقدمة عن الفيديو اللي راح الان اقدم لكم اياه. بس اذا في اي شيء، يعني رجاء اذا في اي شيء مش واضح بالفيديو، يعني قبل ما نطلع من الفيديو اي شيء مش واضح اكتبوا لي في التعليقات عشان نعلق عليه في الفيديو القادم، عشان ما يكون في اي شيء مخفي، اي شيء مخفي من معالجات الميديا تك عن طريق برنامج الاس بي فلاش. طبعا زي ما حكيت لكم راح يكون في قوائم تشغيل لكافة يعني المعالجات او الاجهزة، يعني كل جهاز او معالج راح يكون في قائمة تشغيل من فيديو واحد، راح اسميه فيديو واحد اثنين ثلاث حتى انتهي من الموضوع هذا. اذا جد مستقبلا اي شيء جديد راح اعمله مثلا فيديو رقم خمسة عن نفس المعالج. راح اي شيء يتم تفليشه او فك رمز الحماية فورمات عن طريق الادرسات راح يضاف على برنامج الاس بي فلاش. مش عارف المخطط المستقبلي، يعني انا بتجيني الافكار اول باول، يعني نتدرج بالقناة فيديو فيديو حتى نقدر نطلع بخلاصة انه الان كمبتدئ او كمتوسط يعني صار عندك فكرة كاملة عن معالجات الام تي كي وكيفية التعامل معها. اذا في اشي تخطيناه او نسيناه وتابعني احد الاشخاص اللي عنده فكرة، عنده ملحوظة، عنده اشي ناقص مش موجود بالفيديو، يا ريت يكتب لي بالتعليقات عشان نضيفه بالفيديوهات القادمة. يعني حبيت اعطيكم هاي المقدمة البسيطة عن معالجات الميديا تك، ونبدأ مع الفيديو اللي موجود امامك ان شاء الله تعالى بالتفصيل كيف تفلش الجهاز. طبعا زي ما حكينا قديم ما في ملفات اوثرايز، الحديث راح يكون فيه اوثرايز، يعني وخصوصا عند عمل فورمات للادرسات. فالان خلينا خطوة خطوة. الخطوة الان تفريش اجهزة قديمة، يعني معالجات 6592 فما دون، نحكي اقل منها. في عندنا 6572، 6575 مثلا اذا وجد قديم، في قديم في حديث، هذا الان القديم. الان انت كفني صيانه قبل ما نبلش بالفيديو يجب ان تتعرف على نوع المعالج للجهاز، شو رقم
المعالج. بناء على رقم المعالج تتم المعاملة الصحيحة مع الجهاز. أترككم مع الفيديو إن شاء الله تعالى. نأخذ فكرة عامة عن برنامج الاس بي فلاش، ومن ثم نفلش جهاز 820 اتش تي سي، طبعا ام تي كي، ونعمل روت للجهاز ونعالج الايمي. رتب الامور واحدة واحدة. الان برنامج الاس بي فلاش برنامج مهم لكل فنين الصيانة، ضروري جدا يكون عندك موجود على الكمبيوتر. بدنا ناخذ شوية فكرة عن الاوبشن الموجودة بالبرنامج. اهم شيء خيار الاوبشن عندي اوبشن، لانك راح تلاحظ في شغلات ما يعني ضرورية جدا. الان اول خيار اللي هو الابيرانس، بتقدر تغير شكل البرنامج بحيث يصير عندك اكثر من خيار او اكثر من شكل. الان كي، هاي المفاتيح اللي بتعمل عملية توقف للبرنامج، انه يعني بدل ستارت وبدل ستوب مثلا، تقدر تعمل ستوب وستارت، تقدر تعمل تحديد الكل. فهذا الكي. اللغات المتوفرة لانجويج، الانجليزي طبعا والصيني ولغة ثانية، ستارت اند شت داون، ريستور لاست ديت اون ستارت اب، يعني احفظ البيانات او احفظ اخر بيانات اشتغلنا عليها، اخر جهاز فلشنا او حطينا فيه البيانات راح بس تشغل البرنامج راح يطلع معك اخر البيانات. تريسنج بدنا نعسل نحكي تريسنج اللي هو لوج فايل، بيحتفظ لك لوج الفايل، كلين لوج بنظف اللوج كل شهر، هاي طبعا مش مهم كثير. عندنا الكونكشن، الاتصال مع الجهاز، في اتصال عن طريق اليو ار تي، يو اي ار تي عن طريق اليو اس بي. اذا حطينا خيار اليو ار تي بيختفي اليو اس بي، فبصير الشبك عن طريق الكم، عن طريق الكم مباشر. طبعا هاي لا تستخدم برنامج اس بي فلاش، لكن فكره. يو اس بي، اليو اس بي لها اكثر من خيار، هاي سبيد اعلى سرعه، فول سبيد سرعه كامله. هون بدك تعمل شبكه الجهاز او اتصال جهاز البرنامج وذ باتري، مع بطاريه، لانه بدون بطاريه ما راح يشبك. without battery، بدون بطاريه، او اوتو ديكتنج، يعني الان راح يشبك معك على الجهاز سواء بطاريه او بدون بطاريه، انت بتحدد له الخيار اللي امامك. الداونلود طبعا في خيار مهم اللي هو دي اي دي ال اول ان تشيكسوم. بعض الاجهزه لما تعملها اي عمليه فورمات او عن طريق اي دونجل او اي بوكس بيعمل لك، بنطيك الملحوظه هاي tool dl image، tool dl image fail. هاي الخيار الاول هو اللي بقوم بعملية العلاج للمشكلة، اما بتعطيه سوفتوير كامل مع الخيار هذا، او بتعطيه بدون ما تحدد ولا خيار، بس تنطيه فلاش راح يعمل لك بس check sum. طبعا install update نبحث عن اخر تحديث. طيب الخيارات اللي امامنا welcome اول خيار اللي هو الصفحة اللي فيها بيانات المستخدم، وفيها اكثر من رابط تقدر تدخل عليهم تشوف شو موجود فيهن. في عندنا خيار الفورمات، خيار مهم جدا وخصوصا حديثا. في عندي اوتو فورمات، الاوتو فورمات فورمات هول فلاش، فورمات هول فلاش اكسبت بوت لاودر. بتقدر تفرمت الجهاز عن طريق البرنامج بدون البوت لاودر، يعني الجهاز بيضل بدون ما تشيل منه البوت لاودر. البوت لاودر زي ما انتم عارفين مهم جدا عشان عملية الاقلاع. المانيوال فورمات اللي هو الادرسات اللي بتدخلهن على برنامج عشان تعمل فورمات بس للادرس، مثلا الرمز او الاف ار بي او اللي الان دارجه بالسوق اكثر شيء، يعني الادرسات. كانت سابقا ما حدا يعمل ادرسات، الان كله صار عن طريق الادرس. فان شاء الله امورنا تكون واضحه. هاي إذا عندنا اوتو، عندنا مانيوال، خيارين. عندنا الداونلود والبرنامج الطبيعي الاعتيادي. هنا بتنزل ملف الدي اي الخاص بالجهاز او بالمعالج، هون بتنزل ملف السكتر، هون بتنزل ملف الاوثرايزيشن اذا وجد جهاز بده اوثرايزيشن. القديم لا يحتاج اوثرايزيشن، الحديث يحتاج. عملية الرول باك
رول باك يا سحب فلاشه، سحب الفلاشه من جهاز شغال. عمليه فيها شويه تعقيد صعبه يعني، فاذا بدك تسحب فلاشه اسحبها عن طريق دونجل او بوكس يعني اريح. هون عمليه ميموري تيست، بتعمل تيست للرام للداتا للادرس، بص يعني اكثر من خيار، بتعمل فحص للادرس طبعا ستارت والجهاز مغلق كالعاده زي التفريش العادي. الان راحين نعمل سوفت وير لجهاز 820 وراحين نعمل روت وراحين نعالج الايمي. طبعا الجهاز اجاني في مشكله بالايمي لانه واحد معطيه تفليش خاطئ مش مكتمل فما قبل حتى ياخذ روت، فراحين نتعرف الان نعمل سوفت وير للجهاز ونعمل روت ونعمل تصليح للايمي. بالبدايه عمليه السوفت وير، بالبدايه نجي لعمليه السوفت وير، طبعا البيانات كالمعتاد، تفتح البرنامج بنختار بنختار ملف الدي اي وملف السكتر، طبعا غالبا ملف الدي اي يختار تلقائيا، بيكون برنامج مختاره، بس لما يكون تشتغل على اكثر البرنامج تشتغل على اكثر من خيار فراح الدي اي يختلف معك، فانت دائما اعمل نزل الدي اي يدوي بالبدايه. الان طبعا المعالجات العاديه تاخذ دي اي اول ان 1 اول ان 1 دائما الدي اي ثابت، الا اذا الجهاز كان طالب منك دي اي خاص مثل ايامنا الموجوده حاليا. ثاني خيار بندخل خيار سكتر. الان الامور جاهزه، نشيل طبعا نشيل بدايه، حاولت طبعا اشيل البري لاودر عشان الجهاز ما يطفي، طبعا الجهاز شغال فعملناه داونلود لكن العملية لم تنجح. شوف مع بعض، وعن التعريف راح يكون معك، اكيد راح يكون معك صحيح. الان فشلت العملية، لاحظ شو بقول لك الجهاز. اذا كان طبعا هاي العملية خطرة جدا، إذا الجهاز كان في مشكلة بالرام أو مشكلة بالهارد ديسك راح الجهاز يطفي معك وما يشتغل بعد فورمات أول. طبعا هو الآن قاعد بحكي لك إنه البي إم تشينج فور ذا روم، إنه اختلف معك قياسات أو بيانات الرام، إت ماست بي داونلود، لازم هاي أنت تعمل بتنزيلها، بليز سيلكت فورمات أول زائد داونلود سكيو اند تراي اجين. بقول لك الان البرنامج بقول لك اعمل فورمات لانه مش متفق، الفلاش مش متفقه مع الجهاز، مش متوافقه مع الجهاز او مع الرام، فالان بقول لك اعمل فل فلاش او فل فورمات بعدين اعمل داونلود. فانا جربتها صراحه جربتها، اما انت كن حذر يعني، اذا كان الجهاز فيه اي مشكله بالرام، اذا كان الرام مش سليم راح يعطيك الملحوظه هاي. فاحنا راح نعطيه زي ما بده زي ما بيحكي البرنامج، راح نعطيه فل فورمات اول اند داونلود. راح نعيد تبويت الجهاز، نعيد بوت الجهاز على خيار فورمات اول اند داونلود اللي هو فرمت الجهاز بمعنى، واعمل سوفت وير. الان هاي الفرمته امامكم، طبعا اول خيار اللي هو اللون مختلف بنزل لك البريل اوت عشان يتفق مع بيانات الجهاز. الان الحمد لله بلش ياخذ سوفت وير، خلينا نقدم مشان ما نتاخر. بس كمان راح نعطيك اشاره خضراء بالوسط انه تمت العمليه بنجاح. الان تمت العمليه بنجاح. طبعا بعد ما تمت العمليه بنجاح نشيل الكيبل، نشغل الجهاز تشغيل عادي، تشغيل طبيعي. نشوف انه اشتغل او ما اشتغل معنا صح 100%. طبعا زي ما حكينا الجهاز في مشكله بالايمي، راح اقدم انا كسبا للوقت.
الحمد لله الجهاز اشتغل. ظل عندنا مشكلة الايمي لم تحل. طبعا الجهاز الان بده فورمات، او بده عفوا روت، وبده عملية اصلاح الايمي باي بوكس او اي دونجل متاح. الان نشوف مع بعض كيف عملية الروت. الان بنفتح برنامج معروف الكو اتوقع اللي هو اسمه الكينجو روت. راح افعل خيار المطورين بالجهاز. خلينا نشوف كيف بنفعل خيار المطورين ونرجع. هنا نقوم بعملية تفعيل الـ ADB عن طريق خيار المطورين، طبعا عن طريق البيلد نمبر 7 مرات. راح يفعل معي خيار المطورين. عشان يقبل ياخذ الروت لازم يكون فعل خيار مطورين. الان تم تفعيل خيار المطورين. هسه بنشوف عملية نفتح برنامج الكينجو روت، نوصل الجهاز على وضع الـ ADB، تصحيح الاخطاء بنسميه احنا. هون الان راح يظهر معاي الجهاز انه بيعمل عملية روت. راح يعمل الروت ان شاء الله تعالى ونشوف. طبعا بعد عملية الروت لاجهزة الانتيكي القديمة راح تلاقي اكثر من اداة او اكثر من دونجل، اكثر من بوكس يعملوا على تصليح الايمي. لازم تلاحظين ينطينا روت. خلينا نشوف لقدام. الان تمت عملية الروت بنجاح. بالوضع هذا بكون عملية الروت تمت بنجاح. الان نشوف عملية اصلاح الايمي بعد عملية الروت. زي ما حكينا نفتح اي اداة ونعمل تصحيح او تصحيح للايمي. طبعا نحط اي ايمي موجود عندنا. انا عندي دونجل بيست قديم بي اس تي اسمه، كان يعمل تصحيح للايمي. فاحنا نحدد خيار تصحيح الايمي، بنعطيه ستارت عن اي دي بي مع روت. لازم العمليه تتم بنجاح. اذا كان الجهاز ماخذ روت سليم لازم الام تي كي، سهل جدا اي اداه تعمل له تصليح للايمي. طبعا هذا دونجل بيست، انت ممكن تستخدم اي شيء ثاني، اي دونجل متاح عندك ممكن تستخدمه. الآية أخذ الآيميات 2 رايتنج آيمي رايتنج آيمي. طبعا الآن أخذ تصحيح الآيمي زي ما شفنا. الآن نشوف الآيمي سليم أو لا. الآن الآيمي تم إصلاحه بنجاح والحمد لله. حبيت نأخذ فكرة عامة عن البرنامج. حبيت نعمل على برنامج الاس بي فلاش سوفت وير كامل، لانه كثير بيجينا اجهزه ام تي كي قديم، معالج قديم بحاجه لريبير ايمي او بحاجه لسوفت وير. لان هذا السوفت وير ان شاء الله الطريقه المضمونه. بالبدايه بتحاول عن طريق الغاء خيار البري لاودر، الغاء خيار البري لاودر. ان اذا الجهاز طبعا زي ما انتم شايفين، اذا قبل الجهاز ياخذ السوفت وير راح ياخذه بدون اي مشكله، ما الجهاز يصير طفيان. اذا طلب منك فرمت وعمل داون لود، فاحذر انه الجهاز بعد ما يعمل فورمات ما يرضى يكتب الفلاشة، فراح يموت الجهاز. راح انت ترجع تصير تدور من البداية على فلاش سليم وعلى اصدارات جديدة على مشان تعمل سوفت وير وتحيي الجهاز. طبعا انا نصيحتي برنامج الاس بي فلاش تعمل معاه بحذر. يعني اذا واجهتك مشكلة زي ما هي امامي، اعطي خبر للزبون اللي عندك انه ممكن الجهاز مثلا يصير فيه مشكله، ممكن الجهاز يموت. اذا يا عمي جهازك خرب مثلا، ممكن تخلينا اياه مثلا لبكره على سبيل المثال يعني. فالان حبيت الفكره هاي تصلكوا. اذا عجبك الفيديو اشترك بالقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.